بستمتع جدا بأي قطعة بنفذها، لأني بحس إن أنا بعمل حاجة مختلفة. بيلفتني اللي هي الحاجات اللي فيها رعب، الأقنعة الرعب، الجروح، الأشلاء. اسمي بشوي نادر، 25 سنة، حاصل على ليسانس أنثروبولوجي جامعة حلوان، أمراض نفسية. بشتغل في مجال السبيشال افكت، قسم الميك اب. كان طموحي ان انا اخش فنون جميله، انا كنتش عايز انثروبولوجي خالص، بس هي طورت مني في التعامل مع الناس، يعني علمتني ازاي اتكلم بطريقه احسن، علمتني ازاي اتعامل في المجال بتاعي. الفكره كلها ان من الطفوله كان في هوايه الرسم والنحت والكلام ده، يعني مثلا في حاجه اسمها كانت سيليكون بتاع الازاز، فكنت اقعد اشكل فيه واقعد اعمله على دراع والدي وهو يحييني على ده ويشجعني عليه، لغايه ما قابلت حد بيعمل الخدعه البصريه بتاعت السينما دي في عمل مسرحي، وشافني وانا برسم على وشي بس بالوان لا تصلح للاستخدام على البشره، فقال لي انت شاطر قوي، انا عجبني شغلك وعايزك معايا. احنا بنعمل كل ما هو خدعه بصريه داخل المسرح او السينما، بمعنى زي مثلا المخرج محتاج ان الممثل راسه هتنفصل عن جسمه، مثلا هنعمل جرح، او مثلا محتاج ان دقنه تطول، او مثلا محتاج ان انا اطلع جثه من مقبره، كل ده انا بوفر حاجه تكون فيك يقدر المشاهد يقتنع بيها ان هي حقيقيه. بدأنا الفترات اللي فاتت نشتغل في حاجة كرياتيف شوية مميزة، اللي هي الأقنعة أو الماسكات بتاعة الاسكيب روم، اللي هي بيوت الرعب الحديثة. في حاليا شغالين على حاجة برضو مختلفة شوية، إنه مطلوب مننا نعمل جثة بنت يعني اتدفنت بقالها كتير، وهو فيلم قصير اكتشفوا البنت دي إنها مدفونة تحت الطينة بعد قتلها بفترة كبيرة. فإن احنا داخلين في الديتيلز بتاعة أو التفاصيل بتاعة الجثمان من الناحية التشريحية في مراحل التحلل بتاعته. بدأنا نضيف حاجة مختلفة عشان نكون مميزين ويكون لنا اسم في السوق، ان احنا نعمل تماثيل تخلط ذكر ناس معينة أثرت في حياة مجتمع معين، يعني في المستقبل بقى اللي هو الفترة اللي جاية نشتغل على ان احنا نعمل تماثيل لأشخاص حية ولكن ليها تأثير إيجابي في المجتمع بتاعنا. التحديات اللي اتقابلتها من الناحية الاجتماعية ان الناس كتير جدا في المجتمع كانت بترفض دوت، في ناس كانت بتشوف ان انت بتضيع فلوس والدك، انت ازاي سايب مجال والدك ومركز في شغل مش هيأكلك عيش، اللي انت بتعمله ده حرام وهيدخلك النار، مع العلم ان اي مجال في الدنيا اقدر اخليه حلال واقدر اخليه حرام حسب دماغي. كان برضو في تحدي من الناحية التعليمية، ان ما كانش في حد ممكن سهل يعلمني حاجه، ما فيش منهج في مصر اقدر اخد منه تفاصيل تعلمني الحاجات دي، فاحنا كنا بنتحدى وبنسعى ازاي نجيب مناهج من بره ونتواصل مع اجانب عشان يقدروا يفيدونا ازاي نطور من نفسنا هنا، وده كان صعب جدا مش سهل خالص. تحدي توفر المواد ده اصعب تحدي في الحوار كله، اصعب حاجه الماتيريال، لان حتى اللي متاح في مصر بأرقام فلكية تفوق خيالي. نفسي أنفذ تماثيل للفراعنة دي بالتقنية ديت بكل الديتيلز أو التفاصيل بتاعتهم كسيليكون كملابس، وده في وجهة نظري هيشجع السياحة الداخلية والخارجية.